مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورني ومشرفني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده محور الحديث فيه اكيد عن مباراه الاهلي وفريق الداخليه في دور ال 16 في كاس مصر، واللقاء انتهى بفوز الاهلي كالعاده والحمد لله، دايما مفرحنا ومفرح كل جماهير نادي الاهلي. نادي الاهلي فاز النهارده بهدفين ولا اروع من كده، هدف النجم المدفعجي الجديد لنادي الاهلي عمرو السوليه والنجم اسلام محارب. الفوز اتاخر لكن الاهلي دايما معودنا على الفرحه. قبل ما ادخل في دول طبعا هدفي اللقاء، النجم عمرو السوليه تسديده ولا اروع من كده، كررها مره في العارضه والمره الثانيه كانت في المقص الايسر، ثم النجم اسلام محارب اهداف بصراحه يعني روعه، روعه الروعه. دبل باص مع اجاييه، برضو اسيست ثاني لاجاييه بعد اسيست عمرو السوليه، واسلام محارب ما بيهزرش فيه ال 18. ألف مبروك تاني، إن شاء الله النادي الأهلي يلتقي بفريق الأسيوطي في ربع نهائي كأس مصر. قبل ما أدخل في تفاصيل اللقاء وأرحب بضيوف الكرام، عايز أقول لحضراتكم إن البطولة الأفريقية طبعًا حرمانا إن إحنا نظهر في المواعيد الثابتة بتاعتنا، لكن ده الطبيعي وده يعني ضريبة النادي الأهلي أو ضريبة جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي ما شاء الله بيدخل في كل البطولات، عائلة الأهلي في اليد، في الباسكت، في الطايرة، في القدم، في كل البطولات ما شاء الله، فلازم نكون معاكم في قلب الحدث، عشان كده دايما أو هنتأخر عليكم في بعض الأوقات طالما في بطولة شغالة، في بطولة ألعاب الصالات. امبارح كان في كأس السوبر اللي خسر النادي الأهلي للأسف الشديد، والنهارده كان في برضو مباريات البطولة الأفريقية للسيدات والرجال اللي بتقام في صالة الأمير عبد الله في الجزيرة في النادي الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي في كل الألعاب. كمان موضوع التايمر اللي ما بيظهرش على شاشة النادي الأهلي دي مش مسؤولية النادي الأهلي خالص، مش مسؤولية القناة، ده بيبقى من الوحدة الأساسية اللي بتبث المباراة، وصعب جدا النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي تظهر الوقت بالتفصيل، عشان كده ما بنشوفش الوقت. دي حاجة خارجة تماما عن قناة النادي الأهلي، وبنعتذر لكم بالنيابة عن المصدر الرئيسي. ارحب بضيوف الكرام عشان ندخل. اهلا بحضراتكم من جديد، يعني موسم استثنائي بكل المقاييس، والتاكيد على الثنائيه الدوري والكاس. ده كان كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي مع محمد سعيد. كابتن ربيع ياسين، كنت قبل اللقاء كنت بسال حضرتك عن اجاييه، هل هو بيدور فعلا على لعيب عشان يعمل معاه ثنائي متفاهم زي ما كان مع عبد الله السعيد قبل كده؟ شايف الموضوع ازاي النهارده مع اسلام محارب، ولا هو اصلا اجاييه لعيب من السهل ان حد يعمل معاه ثنائي؟ لا، زي ما انت قلت، هو كتير جدا عبد الله ما لعبش، وكان نفس التفاهم ونفس الانسجام ونفس الاهداف ونفس بنسبه الهجوم، نفس نسبه الهجوم في الثلث الاخير. النهارده اسلام محارب معاه، اسلام ده بديل، واخد بالك، واحد اثنين ثلاثه اربعه، خد بالك في ال 18 نسبه التفاهم. في ميزه ان حتى لما بيدخل حمودي بعد فتره تلاقي في تفاهم وانسجام، لان حمد حسام عنده ميزه كويسه جدا في الثلث الامامي، اللي المفروض يعني خط الظهر الفريق يعرفوا ان عنده نسبه كبيره جدا من الجوانب الخططيه الهجوميه، جنب اليمين عارف بيعمل ازاي ويصنع منه ازاي ويروح على الجول ازاي، جنب الشمال بيعمل جوانب خططيه، ودي ميزه رائعه في النادي الاهلي، ان بفنش باداء خاص عشان تستحوذ على المباراه وتوصل وتسجل، لازم النسبه الخططيه في تيم تبقى كبيره جدا، فده اللي موجود. فنسبه التفاهم والانسجام، انا اعتقد اجاييه بيعمل ثنائي مع كل خط وسط ملعب نادي الهجوم، واخد بالك، مع ازارو، مع عبد الله قبل ما يمشي، مع وليد، مع حمودي، واخد بالك، مع اي حد. وشوف النهارده انا قلت لك بديل نزل اسلام محارب، وانا لازم هنا ميدو نقف عند اسلام محارب ده. ده حاجه جميله، حاجه محترمه، يعني لازم 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 اللعيبه البديله اللي في الانديه تتعلم من اسلام ده. اولا جه نجم، لعيب كبير، هداف، ومع ذلك ما بيبتديش بيه كابتن حسام، ومتفاهم الموضوع ده وبينزل يتالق. بالزبط. وحاجه عمرنا ما شفناه مثلا. بالزبط. انه زعلان خالص. خد بالك، ولا اي حاجه. مثالي. بس عشان كده ربنا بيكرمه واحنا فرحانين بيه وبنعتز بيه جدا جدا، نجم كبير في العالم. ودايما لما بينزل بيبقى ليه بصمه، كابتن رمزي حضرتك بتقول وبصمه ايه غير عاديه، ده كسبنا كتير جدا. بالزبط. وقاعد برضه احتياط. بالظبط، بالك، ده حاجه جميله جدا. اسلام محارب ده نجم من النجوم المحترمه اللي بتدي دروس للصغيرين والجداد، واللي خد بالك، والبلاعب البديل، افضل لاعب بديل في مصر حاليا، وبيصنع
كتير جدا، فوارق كتيره جدا، ومع ذلك عمره قال لك انا ابتديش ازاي. فمطيع جدا وحاجه جميله، مع انه لعيب كبير مصري طبعا بصراحه، لعيب يستاهل ده، ممكن يبقى اضافه كبيره جدا وماشي كويس جدا. فالانسجام والتفاهم ده ميزه كبيره جدا في الرباعي الهجومي بتاع النادي الاهلي في الثلث الامامي على اي خط ظهر فريق منافس. تمام، يعني قلنا النادي الاهلي كان في حذر دفاعي شديد جدا ودفاع منطقه شديد جدا من فريق الداخليه عن طريق كابتن علاء عبد العال وفرقته، لكن النادي الاهلي استطاع ان يخترق هذا الحذر الدفاعي وهذا الدفاع المتكتل بتصويبه او بحل من الحلول اللي هو التسديد، وشفنا السوليه بيظهر بشكل المدفعجي الجديد للنادي الاهلي. عايزين نستعرض الاهداف عشان الكابتن عادل عبد الرحمن يبدا يتكلم على الهدف الاول زي ما حضرتك شايفه. يعني احنا بنتكلم على الكره زي ما قلت لك، الدخول ناحيه اتفضل قدامك كابتن. هي دي اللي انا بقول لك عليها. هو في البدايه كان عايز يشوط، لا اتقفل عليه هيشوط تاني، بس هنا في حاجه مهمه لازم نقولها، التحرك اللي جوه ال 18 كل ما بيدخل بالكوره هاتوا تاني كل ما بيطلع اللعيبه بيتحركوا جوه ال 18 عشان ياخد الباص. في مروان راح عشان ياخد الباص، فدي بتعمل بتاخد عين الجون، ولما اتشاطت اتشاطت في الحته المناسبه. اولا عمرو السوليه من الناس اللي بيشوطوا من تحت رجلهم، تكنيكه كويس، دي الكره كابتن عادل في البدايه، وبعدين اهو التحرك، عايزين اهو بص اللي بيتحرك له عشان ياخد الباص، وفي الاخر هو صمم اللي ده صابر رحيل وجونيور اجاي استلم والسوليه جاي وهو بيعلي تكتل كبير جدا. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. هو دايما الداخليه عنده طريقه لعب مهمه قوي ودي كويسه انا بشوفها، بس مع الفرق الكبيره اقدر اقول لك انه بيبذلوا مجهود زياده اوفر قوي، لانه هو بيلعب في اخر 20 متر او 30 متر، الفرقه كلها بتبقى موجوده، فالسبرنتات بتبقى كبيره قوي، هو لازم يطلع سنه شويه سنه علشان حته الاسبرنتات يقلل من كم جري. انا بتكلم على الداخليه اصلا، علشان كده الداخليه تلاقي كل استقبال اهدافهم اللي بيدخل فيهم بصوره كبيره قوي بتبقى بعد الدقيقه ال 30 من الشوط الثاني، دي حقيقه يعني. الحاجه الثانيه بقى المهمه في الهدف اللي جابه السوليه، انك انت لما تشوف ان الكره مقفوله او الطرق كلها مقفوله، يجب على اللعيبه لازم كلها تشوت اللي في نص الملعب والمهاجمين، لانك انت في النادي الاهلي عنده طريقه حلوه جدا في الرباعي الامامي. النادي الاهلي لا مركزيه، بيلعب تلاقي اجاييه ووليد سليمان وتلاقي مروان محسن وتلاقي كلهم بيتحركوا، التحرك اللي في كل واحد في مكان غير المكان اللي هو مخصص له، ولكن ما بيبقوش اتنين في مكان واحد، عشان كده يقدر نص الملعب يجي كويس قوي ويجي يشوط. هنا مجيء السوليه في المكان ده فهو في حد ذاته حاجه كويسه قوي، ولازم تعرف ان الكره الثانيه دي بقى من الحاجات اللي تقدر تقول عليها دي مش الكره الثانيه، ولكن انك انت بتحضر الوان 3 اللي هو صبر رحيل ايه للسوليه، السوليه سند وتحرك وشات كويس، ده الهدف. طيب خلينا في نفس الهدف يا بيبو عشان نشوف الخطا الدفاعي من فريق الداخليه من وجهه نظر الكابتن شريف عبد المنعم كان فين بالظبط. اتفضل يا كابتن. والله هقول لك على حاجه، هاخد من نهايه كابتن عادل، كان في الوان 3، الوان 3 زي ما كان اجاييه بيستلم في منطقه الجزاء دي بسهوله كده وبيصلح الكره للناس اللي جايه بوشها في التدعيم نص الملعب للهجوم. اعتقد هنا بص ثلاثة على اجاي، واجاي بيلعب كرة بارتفاعية خالص، وثلاثة برضو بيجروا ورا اللعيب، فمفيش المارك اللي هو انت تقدر لما الكرة تريحني، انا لما الكرة تيجي تتبص ابقى انا عارف ان الكرة هتلعب في المنطقة دي. أوكي. انا ما عنديش تدعيم من الناس، هي كلها كلهم بيلعبوا دفاع على اثنين ثلاثة لعيبة موجودين في الملعب، كله بيجروا ورا الكورة، ثلاثة بيجروا ورا الكورة من غير ما يبقى فيه تمركز دفاعي جيد يعني. فهي دي كان في الكورة اللي يعني شايف ان عدم التمركز الجيد هو سبب الهدف، سبب الاختراقات اللي بتحصل. أي فرقة بتلعب كده بيحصل فيها الاختراقات دي، ادي بص الكورة والراجل بيجري ورا الكورة، بيبص على الكورة، التاني بيجري وراه وده بيجري وراه، مفيش حتى ما خدوش وخرج لبره، يعني سابه حتى لغايه لما دخل جوه، يعني وجاله حريه التصوير. كان ممكن يبقى في ترحيل من اللعيب من الحاله الدفاعيه كابتن، كان لازم حد هنا يطلع يقابل السوليه من الاثنين اللي هم اللي واقفين على ال 18 دول، كان لازم يعني كابتن ميدو يحصل تعطيل هنا باي شكل ان الراجل ما يكونش عنده حريه التصوير بهذا الشكل، واحنا شفنا ده من ايام بركات ما كان بيلعب وهو بيحط الكوره دي جول. يعني تاني هيبذل يعني بتتعاد قدام حضرتك، بص ادي الراجل ده يا دوبك عامل له بس حاله ان هو واقف وراه، بس اقف كده بيبو لو سمحت، يا ريت يعني لو ترجع سنه وتقف عشان نشوف كام لعيب من لعيب كل لعيب بيستلم بالتريحيه، ان الباك ليفت ان رحيل يقف هنا ويلعب الكوره في الحته دي بسهوله كده. كمل يا بيبو كمل، يعني ميس لامر وعايز اقول لك حاجه، وقف يا بيبو برضه
من عند رحيل، من عند رحيل هو بيستلم بالسهولة دي. كل الناس داخلة على جوه. بس ثواني يا بيبو بقى، بص يا كابتن كام واحد؟ اتفضل. ثلاثة بيتفرجوا على الكورة بتتباص. سبعة تمن لعيبة زي ما قال الكابتن. تسعة. تسعة. ده ستة. تسعة كلهم. ستة التسعة اللي هو بره ال 18 بتكلم عن هما تحت الكورة. تحت الكورة. حتى الناس اللي هي واقفة والراجل بيجري الناحية التانية ممكن يلعبها لأي واحد شيب حتى لو ما شاطش، ممكن يسقطها في وسط الملعب هتلاقيهم برضه فري، هتلاقي لعيبتنا احنا فري ويقدروا يستلموا الكورة بفكر اللاعب اللي هو جاي، هو كان عنده نيرف وداخل مصمم ان هو هيشوط الحقيقه وشاط من اجمل التصويبات اللي هو عملها الحقيقه. يعني كابتن ربيع ايه اللي ممكن لو حضرتك ماسك فريق داخليه ايه اللي ممكن تعالجه في هذه اللقطه تحديدا؟ بص هو التمركز الدفاعي مهم جدا. يعني كان ايه اللي المفروض يعني يعملوه في الحاله دي؟ لا هي اولا يعني السوليه تصرف رائع مهيئ للتصويب شاط يعني هو اخترق كويس جدا واحتفظ بكرة وعدى من واحد والتاني ولا المساحه ما قلفش بقى راح يديها على طول والتمويه هي اللي كويس دي هي اللي ظبطت له الدنيا شويه. نعم. هو موه ان هو فيشوط الاول لامم تاني بره هو فوق كرة كويس قوي يعني جسمه فوق كرة كويس جدا والمساحه كويسه والكره ما بعدتش واخد بالك وهو رجليه تقيله خلي بالك النهارده شاط اكتر من كوره بالظبط النهارده برده التصويب نفس الكوره في العرض مظبوط خلي بالك في القائم الشمال التصويب النهارده مهم جدا ومن فتره ما شفناش التصويب ومن فتره ما شفناش هدف من التصويب برضو اللي كان النهارده كتير الثوابت الثوابت اللي كانت في اليمين والشمال من العمق النهارده كانت كتيره جدا النادي كان لازم يستغل منها اكتر من كوره فالسوليه يستحق كل التقدير وهو رجليه كويسه جدا وبيجيد التصويب من فتره كبيره جدا وهو لو استغل عمل التصويب اللي عنده مهاره التصويب اللي عنده في الماتشات هيبقى يعني ما شاء الله وده ممكن يستغله انه بيجي من تحت كتير جدا ان هو الرباعي بتاع وسط الملعب الهجومي اللي بيكمل معاهم عشان يسجل الهدف. تمام كابتن عادل عايز شوف الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تتدخل فيها في هدف زي ده انك انت تقول ان اللعيبه ما بتبقاش عندها تركيز كويس مع هذا اللاعب بمعنى في لعيب بيلعب برجله اليسار او بالشمال زي ما بنقولها تمام انا بسد عليه اليسار عشان يشوط بيمينه لانه يمينه هي الاضعف السوليه هنا بيلعب برجله اليمين كل ده بيعمله السوليه علشان يظبط على الرجل اللي بيشوط فيها علشان كده بقول لك اللعيبه ده عدم تركيز من اللاعبين بتاعه الداخليه انت بتسد على رجله اليمين انت بتروح هو الموضوع ايه الفرق ما بين مدافع ومدافع تاني التصرف البسيط اللي انا بقول لك عليه ده يعني انت تحط رجلك في الحته وجهه في الحته اللي ما بيشوطش فيها دايما اللعيب المدافع احسن حاجه يعملها للمهاجم ان يوجهه يروح فين المدافع اللي بيوجه يعني تفتح لي ما ينفعش انا بكون بشوط برجل اليمين كويس قوي تفتح لي الحته بتاعه اليمين تمام شوطه اليمين وبعدين في نقطه برضه معلش كابتن شريف خلي بالك اللاعب 26 هو عشان يدافع لازم يلعب على حاجتين يلعب على الراجل اللي قدامه والكوره هو اللي لعب على ده ولا لعب ده يعني قصدك اللي طلع قبله المدافع الافريقي اللي حط ايده ورا ظهره اللي حط ايده ورا ظهره بص لسه اتكلم فيها والله بص خلي بالك هو طلع حط ايده ورا ظهره ولا بص ولا ده ربيع اقول لك على حاجه ربيع ده الجون الثاني هم بيخافوا ايه ان اللعيبه يتوغل يلا هات لنا الجون الثاني عشان الكابتن شريف هو حط ايده ورا ظهره مش عايز الوقت شوت بقى وخلصني لا في المقص ده اول حاجه شوف ثاني واحده بقى ربنا عاقبه اكتر لما دخلوا عملوا ال1 2 جوه والتوغلات اللي حصلت شوف الجول الثاني يا كابتن شريف اثبتوا لهم اثبتوا ان احنا نقدر نخش بال1 2 ونقدر يبقى عندنا ثقه ده الجول الثاني يا كابتن شريف اتفضل يا كابتن ادي نعد ادي واحد اثنين شوف العظمه بص اللمسه بتاعت اسلام اربعه خمسه يا كابتن التوقيفه بقى والتصويبه سته وادي ارسال الامكانيات اللي موجوده بصراحه فجون عالمي الحقيقه هو لعيب كمان ما شاء الله عليه ربيع بيحبه جدا وبيتكلم عنه وانا وبيتكلم في الحته الادبيه كمان اللي هو فيها ان هو مطلوب في اي وقت بيقول حاضر يعني هاتوا تاني يا بيبو زي محمد نجيب عشان نشوف اللمسه اللي بالكعبه كابتن شريف اللي هو عبقريه من الوان اللي عملها لجونيور بص يا كابتن شريف بس عايز اقول لك على حاجه بص اللمسه دي مش اول كوره يعملوها كده في الماتش يا ولد ده ارهاق نفسي للعيبه دي بتجري ورا الكوره مش شايفين هما خلوا لعيبه الانتاج مش شايفه ده عندهم ارهاق نفسي ولد. خلصونا ودي الحاله اللي بيعملها النادي الاهلي السنه دي من تاني راوند يا ربيع تاك 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 الباس باس الفرقه بتبقى مش شايفه اللي قدامك خلصني بقى شوط خلصني بقى وريني هتعمل المحاوله بتاعتك ازاي انا تعبت يعني والله انا بحس بالفرقه الثانيه بيصعبوا عليا ان طول ما انت بتلعب بالاسلوب هيعمل ايه الراجل ما عندوش الامكانيات كمان لا الفرديه ولا الجماعيه اللي هي تقدر تواكب الاداء اللي بيعمله النادي الاهلي لما بيكون عايز
ده هدف عالمي. اه يعني الحاله بقى اللي كانت في الشوط الاولاني اللي انا كنت بسميها لعيبه عندها زهق، كانت لعيبه عندها لسه ما دخلتش فورمه الجيم. اللقاء الكباتن كبار كباتن مصر النادي الاهلي كابتن كبير كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بك. اهلا كابتن ميدو، منور الدنيا. وانت كمان منور، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. ايضا النجم الكبير نجم مصر النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، اهلا وسهلا بك. اهلا بيك كابتن ميدو. كله تمام. كله تمام الحمد لله. الحمد لله بخير. ونجم مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا كابتن ميدو. اهلا بيك، اهلا وسهلا. متخانق ولا ايه النهارده؟ لا لا حبايب. حبايب على طول. يعني اكيد اللقاء كان الجماهير بتستنى النادي الاهلي النهارده بعد التعادل في الدوري، لكن الاهلي زي ما قلت لكم ما بيتعادلش ماتشين او بيخسر لا قدر الله. الاهلي دايما مفرح جماهيره، الفوز اتاخر لكن امتعنا النادي الاهلي في الشوط الثاني باهداف ولا اروع من كده. كابتن شريف عبد المنعم قول لي يعني نظره عامه عن اللقاء. لا هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. الاول مبروك صعود لدور الثمانيه، مبروك الاداء في الشوط الثاني، مبروك ذاكره التصويب والتهديف عن طريق الشوط، عن طريق الفكر ان انا ازاي اصوب من خارج منطقه الجزاء. مبروك الاداء الجماعي والفردي. الاهلي بيثبت كل يوم انه البطل يعني. اذا كان في ظل الغيابات اللعيبه كلها بتعوض، ما حسيناش النهارده الشوط الثاني الحقيقه بغياب اي لاعب اساسي كان موجود الحقيقه باستثناء ازارو يعني. ازارو لما بيكون موجود وعامل عمق بيديك حاله من الارتياحيه شويه في الكرات العرضيه اللي بتبقى موجود ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، وخصوصا وانت عندك اتركات كتير قوي النهارده كانت بتحب ان يكون في ناس كتير قوي موجوده في منطقه الجزاء من اذا كان الشوط الاول او الشوط الثاني. تمام. السوليه النهارده يستطيع انه يعمل الهدف ده في كل مباراه واكتر من مره لو في الفكر موجود والتركيز في هذه النقطه بالذات، ولو عنده مساحه تصويب. لا لو فكرنا يعني انت شفت اليجري في ماتش ريال مدريد ويوفنتوس قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا وانتوا بتلعبوا بتفكروا؟ ادام في فكر وفي كيان موجود وانت تقدر توصل وتقدر تلعب وتقدر تعمل اللي احنا بنتكلم فيه ونسبه احقيتنا في الملعب وكذا كذا، انت النهارده كاللاعب اللي بيقدر يركز في امكانياته ويقدر ان هو من الحاجات اللي بيتمتع بيها التصويب، يقدر يعمل لنفسه المساحه، ودايما لما كان بيجي من الخلف الحقيقه بيخطف الكوره وبيقدر عنده الامكانيات ان هو يقدر يبعت كور زي دي من خارج منطقه الجزاء. تمام. يا رب تكون دي السمه اللي موجوده دايما. كذلك اسلام محارب. اسلام محارب دائما بيحدث الفارق والثقه في الاداء والتغلب على اي غيابات في هذه المنطقه. تمام. شفنا ان هو بيدي ارتياحيه كبيره قوي في اللعب الجماعي. اللعب الجماعي النهارده هو جايو بيلعبوا ال1 2 1 2 3 وبيشوط الكوره بتيجي ضرب الجزاء ترجع له تاني يعملها البليسنج اللي عمله ده. هو ده التفوق اللي موجود النهارده من الفرديات اللي موجوده الحقيقه. بنحس زي ما قلت لك ان ازارو مش موجود، انما في مجهود كبير قوي من مرام محسن ان هو في كل مباراه بيقدر يكون ليه وجود وراح على الجول ثلاث اربع مرات النهارده. الستايل مش هو الستايل بتاع ازارو، انما في لعيب تقيل برده موجود لو حصل له سبورتنج او تدعيم من اي خطوط موجوده جنبه من تحت اللعب من تحتيه شويه او هو لعب على اخر واحد في الملعب هيكون ليه برده العوده الكبيره وصاحب التهديف وذاكره التهديف. ومبروك للنادي الاهلي وان شاء الله دايما كده نشوف الاداء الجماعي ده اللي طمني ان احنا نقدر نخش مباراه افريقيا واحنا مطمنين. تمام. كابتن ربيع اسمع برضو وجهه نظرك بشكل عام قبل ما ندخل في تفاصيل. مبروك للعيبه، طب مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للجمهور. النهارده النادي الاهلي قدم كره قدم حقيقيه، دي فعلا 90 دقيقه حتى لحد ما يسجل الهدفين يعني في انتشار جيد جدا جدا، في انتشار هجومي جيد جدا، في ترابط بين الخطوط، في مساحات بتتالق فيها اللعيبه وتبدع فيها، في تمرير جيد على اعلى مستوى، في تحرك رائع، في هجمات خطره كتير جدا على مرمى الداخليه. تمام. الداخليه كل ما يملكه النهارده كان كثافات عدديه دفاعيه في الثلث الامامي، الثلث الاولاني والثلث الثاني، وعلى طريق الفرديات في الثلث الاخير بيحاول، محاولاته الهجوميه قليله جدا، لكن من وجهه نظري النهارده من احسن المباريات الفنيه اللي عملها النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. النهارده كل ال 11 لعيب متألقين النهارده، حتى التغييرات كلها يعني بعد ما اسلام محارب تألق ونزل وابدع وسجل هدف، يعني الجوانب الفنيه النهارده كلها للنادي الاهلي. 90 دقيقه كره قدم حقيقيه، فيها تمرير، فيها تحرك، فيها فنيات، فيها كروسات، فيها عمق، فيها وانتوهات، فيها دبل باص، فيها حاجات النهارده بصراحه النادي الاهلي عن جداره يستحق واكثر من هدفين. فقدم مباراه كبيره انا مبسوط جدا جدا بيها بصراحه، شايف تألق وابداع النهارده غير عادي، من فتره ما شفناش الصورة الفنية الرائعة لتيم النادي الأهلي. دي حقيقة. دي حقيقة. كابتن عادل. شوف أقول لك، النادي الأهلي النهاردة نجح
في ظل الوقت اللي هو انا بتكلم في مباريات الكاس دائما بتبقى صعبه. ليه؟ لانها الموسم بيكون انتهى، فرقه بتكون حاسمه دوري، تلعب في الاخر مباريات الكاس في اخر الموسم، بيبقى فيه اجهادات، بيبقى فيه زهق، بيبقى فيه حاجات كتير قوي. النادي الاهلي النهارده اتغلب على كل الحاجات دي كلها، واتغلب كمان على سلبيه المباراه اللي فاتت انه اتعادل، ولكن كسب النهارده وكسب كويس قوي. وبعدين دي تاني مره على التوالي يمكن يتقابلوا في دور ال16 الاهلي والداخليه. السنه اللي فاتت الاهلي والداخليه لعب معاهم دور ال16 وكسب الاهلي برده 2-1. تمام. الحاجه اللي هي المهمه اللي عاوز اقول لك عليها، ان الانديه الكبيره دايما دي سماتها وصفاتها اللي هي طول الوقت واخدين المباريات بجد طول الوقت. يعني احنا الموسم اللي فات في في الاسبوع ال30، انا مش انا هخرجك من الكاس اوريك بس حاجه تانية مهمه، انك في الدور ال30 في الاسبوع ال30 من الموسم اللي فات، احنا في الاسبوع ال30 في الموسم ده النادي الاهلي كان احرز نفس العدد من الاهداف، يمكن زياده 3 اهداف او 3 نقاط، لكن الاهداف كانت كتير قوي. هقول لك انه النادي الاهلي طول الوقت بيلعب على كل البطولات، طول الوقت بيلعب على الثلاثه بونت، سواء في الكاس الصعود او في الدوري الثلاثه بونت، فهو ده عزاء لاعب النادي الاهلي. علشان كده هقول لك النادي الاهلي لازم يختم ان شاء الله السنه دي ببطوله كمان اللي هي بطوله الكاس، عشان يبقى سنتين ورا بعض بياخد كاس ودوري، تبقى حاجه مهمه جدا، وان شاء الله يعملها النادي الاهلي. واما الحاجات الفنيه فبعدين بقى نبقى نتكلم فيها يعني. تمام. عايز افكر حضراتكم بمباراه دور ال16 اللي اتلعبت بالفعل، كان حرس الحدود قابل نادي الزمالك، نادي الزمالك كسب 3-0، الزمالك طلع لدور الثمانية، نادي مصر مع الاسماعيلي، والاسماعيلي كسب بهدف لا شيء، سموحة وبتروجيت هدفين مقابل الهدف، وسموحة صعد ايضا مع الاسماعيلي والزمالك، والجونة والانتاج الحربي، والانتاج الحربي صعد بهدف، وادي دجلة والمصري بورسعيدي، وادي دجلة كسب بهدف ايضا، الاسيوطي سبورت والاتحاد السكندري، والاسيوطي كسب بنتيجة 3-1. الاسيوطي هيقابل النادي الاهلي ان شاء الله في دور ربع النهائي. مصر المقاصة كسب، مصر المقاصة خسر من المقاولين العرب بضربات الجزاء، والاهلي والداخلية النهاردة بهدفين مقابل لا شيء. اللي يهمنا في الموضوع ان الاهلي هيقابل ان شاء الله نادي الاسيوطي. يعني كابتن شريف، هو انبي عمل ايه مع اف سي مصر؟ اف سي مصر هي دي كانت مفاجاه كبيره جدا ان هو كسب انبي 1-0 بالظبط، وبعد كده نادي اف سي مصر خسر من اكبر المفاجات اللي كانت موجوده. دي كان في دور متاخر. يعني النهارده لو تحب نتكلم عن كابتن عادل، اتكلم عن النادي الاهلي بيتغلب على عوامل عديده، زي ان هو بطل الدوري، بطل الدوري مش عايز اي حاجه من الدوري، داخل بروح معنويه عاليه جدا، عنده مسابقه الكاس، خلاص خلص الكاس وبدا يركز في، خلص الدوري بدا يركز في الكاس، فعنده برده دوافع عاليه جدا. الكابتن عادل اتكلم عن ايجابيات المفروض ان هي يعني في الفرق اللي هي ضعيفه شويه تخلي النادي الاهلي داخل بثقه قوي، ثقه ممكن تصل للغرور، لكن ده قدر الاهلي، والاهلي طول عمره بيفصل بين البطولات، الاهلي طول عمره بيلعب على البطولات. ابرز النتائج غير اللي الكابتن عادل اتكلم فيها النهارده من وجهه نظر الكابتن شريف، ابرز النتائج اللي انت اتكلمت فيها انك انت خارج من ماتش سموحه وانت متعادل، كان عندك اداء هابط شويه في انك انت تقدر تترجم كل الكرات اللي موجوده لاهداف. النهارده ربيع قال لك عن الداخليه قافله الملعب كله لورا، ازاي اللعيبه زي ما قال عادل، انا هاخد لك من كلامنا كلنا، ازاي اللعيبه فضلت تلعب الكره لورا وتسلم تسيب في ال 20 وال 22 باس النهارده، مفيش ميز باس كتير قوي زي الاول اللي بيعمل عليه كونتر اتاك ويوديك على الملعب. الذاكره بتاعت الاداء الجماعي النهارده بنتفرج عليه، فاحنا كلنا مبهورين ان اللعيبه دي قدرت تستعيد بسرعه في 45 دقيقه الشكل بتاع النادي الاهلي اللي هو احنا مبتدئين بيه من الراوند الثاني. زي ما انت تشوف كده على طول المبادره اللي حصلت من الراجل اللي هو البرازيلي ده، ان هو حاول يهدد النادي الاهلي على طريق لوحده، كان هيبقى صعب جدا ان هو يكون عنده. انما الداخليه عملت عليه كوردون تحت وعايزين يخلوا الكوره انت خانقينك ويقدروا يعملوا الكرات العرضيه، انت كل اللي عملته انك انت لعبت الباص ثاني تايم، خدت الامكانيات بتاعت اللعيبه الجماعيه كلها، دي الامتيازات والايجابيات اللي موجود، انك انت حليت المشكله بتاعت اي فرقه بتلعبك عامله لك حاله دفاعيه بحته. تمام. كانوا بيتفرجوا عليك، حتى حسام واقف وهو بيتفرج اهو، مش الحل هيجي منين؟ من ميدو جابر في تنفيذ الهجمه ويخلص على الهجمه بعد ما كان جاله فرصه في اول شوط ان هو يقدر عمل الشيب جوه المرمى راح عاملها بره. عايزين نخلص من الاول، مباريات الكاس فيها عصبيه كتير قوي، قدره اللعيبه بهدوء انها توصلك انها في الشوط الثاني زي ما الكابتن قال وانت قلت، ان احنا خارجين من مباراه مش مبسوطين منها، ان احنا نعمل الابهار الجماعي ده والفردي في نفس الوقت،
تعرف الحاله ميدو ان انا اما يبقى معايا الكوره واعمل 1 2 1 2 واوقف واخدها وبعدين افكر ان انا ابعتها بليسنج ويجي سوليه يعمل جول زي الجول وبيشوط بالنيرف اللي هو بيقدر يؤدي كل امكانياته في الشوطه دي وتتحقق ربنا بيديله الاعدام بيتعب فيها. حسام عاشور قليل جدا النهارده ان هو بيلعب لورا، لا بيلعب لقدام بيطلع الاطراف. احمد فتحي في ارتياحيه قوي رايح جاي. صبر الرحيل بيحاول يشوف ان في لغه تاني عوضها بدل ماتش سموحه مكان اجايه بينزل لك لغايه الباك ليفت عشان يبتدي هجمه لوحده وكده. غابت حاجات كتير قوي بالجمعيه اللي هم عملوها الحقيقه. ابتدت الاطراف تشتغل وكل ابتدوا يطلعوا تيم مع بعض ويرجعوا تيم مع بعض. فدي الايجابيه اللي هي موجوده والاهلي عودنا عليها من الشوط يعني من الراوند الثاني بتاع الدوري عشان كده سبق الدوري وخده قبل ما يخلص بحوالي 5-6 اسابيع. فدي الايجابيات اللي كابتن عادل بيتكلم فيها. كابتن ربيع اللي انت كنت متخوف منها بعد مباراه سموحه ان احنا ازاي نلملم اوراقنا ثاني وازاي نطلع بهذا الشكل. بالظبط تمام. يعني قبل ما اروح لكابتن ربيع ياسين عايز اقول لكم عدد مرات التتويج بالكاس. النادي الاهلي خد الكاس، خد كاس مصر 36 مره ما شاء الله، نادي الزمالك 25 مره، يعني 11 بطوله فرق عن نادي الزمالك او عن اقرب المنافسين النادي الاهلي. نادي الترسانه 6 مرات، الاتحاد 6 مرات، المقاولين العرب 3 مرات، وانبي مرتين، وحرس الحدود مرتين، والاسماعيلي مرتين، والاولمبي مرتين، والقناه والمصري والترام مره واحده لكل فريق. النادي الاهلي بيتربع كالعاده على جميع المسابقات 36 مره تتويج بكاس مصر. كابتن ربيع ياسين، كابتن حسام بدري زي ما حضرتك اشرت مش اول مره يقابل الداخليه في نفس الدور، ومش اول مره يقابل علاء عبد العال تحديدا في نفس الدور، وعارف ان كابتن علاء عبد العال اسلوبه دفاعي بحت، خصوصا كمان لما يكون بيلعب على بطوله، خصوصا كمان لما بيلعب على في دور 16. ازاي كابتن حسام بدري بيعرف حتى لو اتاخر الفوز، هو اتاخر الفوز النهارده، لكن قدر الكابتن حسام بدري انه يخترق دفاعات كابتن علاء عبد العال حتى لو بتسديده؟ يعني ازاي بيبقى عنده الحلول يا كابتن ربيع، وازاي بيفكر في حلول؟ بص، النادي الاهلي مع ان تاخيره اتاخر في تسجيل الهدفين، لكن هو الاخطر، هو الافضل، هو الاحسن، هو الاقدر، هو الفنيان الاعلى. النادي الاهلي النهارده كان عنده شخصيه البطل، شخصيه تيم النادي الاهلي الكبير، الكبير البطل اللي هو ممكن يكسب في اي وقت. خلي بالك من النقاط الفنيه بتكلم فيها، انا النهارده كنت قاعد واثق 100% ناخد النادي الاهلي محاولاته الهجوميه مش اقل من 25 محاوله، وفيهم فيهم محاولات يعني ما فيهاش توفيق. وليد حاول وانفرد، ميدو، اجاييه، مروان محسن عملوا محاولات ووصلوا كتير جدا وضيعوا. النهارده كان عندك الجنبين. بص، القدرات اللي بيملكها حسام البدري يقدر يشتغل بيها ويقدر يبرمج اللعيبه اللي انا عاوزه الماتش وفي الوقت المناسب بامر التوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى. تمام. لكن الحاله النهارده الفنيه رائعه من اول الشناوي ما شاء الله، خد بالك ما فيش النهارده غلطه عند الشناوي. اخطاء النادي الاهلي تبين لك حالتهم، الاخطاء ما فيش النهارده خالص. شناوي ما شاء الله، ما شاء الله حاجه من اول الشناوي لايمن اشرف واخد بالك ونجيب، لقدامه الثلاثي الدفاعي عاشور. عاشور النهارده خلي بالك عمل اكتر من هدف انفراد، تمريرات حاسمه من فتره كبيره ما عملهاش. احمد فتحي وصبر رحيل النهارده حاله جيده غير عاديه، انطلاقات وكروسات بعرض كتيره جدا، تحرك اجاي وسليمان وميدو جابر النهارده بجانب ان هو راح ووصل انه كان النهارده بيحاول وبيقاتل وبيجتهد وبيشتغل وعنده قوه. ده ميدو مش فاهمش في فتره كده، خد بالك كان من بعيد. مروان محسن النهارده الراجل راجع بقوه وشكل، اللي اقصده ان الحاله الفنيه اللي بدا بيها والتشكيله اللي بدا بيها والشكل الهجوم اللي يملكه حسام البدري مع اللعيبه هو اللي فرض اسلوبه النهارده من اول دقيقه. قلنا الداخليه بيعتمد على كثافات دفاعيه كتيره جدا في ثلثه الاولاني والثلث الوسطاني، وعنده حالات فرديه بيروح بيها. لكن النهارده الحاله الفنيه كابتن ميدو اللي عملها الكابتن حسام مع التشكيله مع التوظيفه مع التدوير مع التغيير مع فرض الاسلوب مع الفرديات العاليه جدا، اعتقد ان النهارده شكل غير عادي وشكل متعودين عليه، ونتيجه جت متاخره لكن بهدفين مفيش اروع ولا افضل واحسن من كده. اكيد. قبل ما اروح للكابتن عادل عبد الرحمن نطلع نشوف كابتن احمد ايوب المدرب العام النادي الاهلي قال ايه ونرجع لحضراتكم على طول. دي
مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، حقق الأهلي انتصار مهم بالفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شيء وتأهل إلى دور الثمانية في كأس مصر. معي في هذه اللحظات كابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أيوب بقول لك مبروك الانتصار، انتصار مهم وخطوة جديدة في كأس مصر بعد الفوز بالدوري هذا الموسم. الحمد لله، يعني خلاص مسابقة مختلفة بالنسبة لنا بعد ما حسبنا لقب الدوري. الحمد لله ماتش كان صعب زي ما شفنا، برضو بتلعب فرقة عندها استعداد كبير، عندها لعيبة كويسة معروفة بشراستها في اللعب والقوة الدفاعية اللي عندها. الحمد لله يعني قدرنا نتعامل مع المباراة. يمكن الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاولاني، وهي الكره يعني الماتش 90 دقيقه، انت بتتعامل مع 90 دقيقه ما بتتعاملش مع شوط اول او شوط ثاني. الحمد لله انت يعني بالنسبه لك خطوه للي بعد كده دور الثمانيه، هي بطوله مهمه بالنسبه لنا، يعني ابطلها السنه اللي فاتت، عاوزين نحافظ عليها كمان زي ما حافظنا على بطوله الدوري ان شاء الله. الشوط الاولاني والشوط الثاني شفنا فرص عديده جدا، ممكن حتى مباراه النهارده في اختلاف كبير بالنسبه لاداء الفريق عن مباراه سموحه الاخيره في الدوري. اتاحه الفرص وتسجيل الفرص والتغييرات والبدلاء كمان، جهاز الفني شافها ازاي عبر مدار ال 90 دقيقه؟ يمكن النهارده يعني يمكن الفرص اللي في المباراه النهارده اكتر من مباراه سموحه، اكيد الاستحواذ افضل واكتر. يمكن الشوط الاولاني فرصتين يمكن لعمر وميدو كان ممكن يفرقوا في طريقه الريتم المباراه، ان دايما الاهداف لما بتدخل يعني بيتغير ريتم المباراه. الفرقه اللي بتجيب جون اكيد بتحافظ وعايزه تجيب تاني، الفرقه اللي بيجي فيها جون لو كانت يعني بتدافع خلاص بتفتح الملعب، فالمباراه اعتقد انها يعني سيناريو بيختلف تماما. عشان كده يمكن الشوط الثاني لما جبنا الجول الاولاني المباراه اختلفت تماما، بقى في مساحات بتقدر تروح وبتستحوذ اكتر. الحمد لله يعني اللعيبه اجتهدت وعملت اللي عليها، وبالنسبه لك خطوه للي بعد كده ان شاء الله. الخطوه القادمه ماتش الاسيوطي، بس لسه ما تحددش موعد مباراه دور الثمانيه في كاس مصر. يمكن المباراه اللي جايه مع فريق الاسيوطي في الكاس، ولكن قبليها عندنا مباراه في الدوري، وان شاء الله الامور تمشي زي ما احنا عاوزين ونحقق الاهداف اللي احنا بنخطط لها، وان شاء الله نبقى ابطال الكاس ان شاء الله السنه دي. وفي اخر الموسم نبارك لكم على الثنائيه باذن الله كما تحقق العام الماضي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا كان لقاءنا مع الكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي بعد التخطي الداخلي بهدفين مقابل لا شيء والتاهل لدور الثمانيه لمواجهه الاسيوطي. عوده من جديد الى الاستوديو والكابتن عبد الحميد حسن. شكرا للنجم محمد سعيد مراسلنا الجامد جدا مع الكابتن احمد ايوب. احمد ايوب قال نفس الكلام او نفس السياق اللي بنتكلم فيه، قال ان المباراه كانت صعبه شويه في الشوط الاول بالرغم من عدد محاولات النادي الاهلي، يعني كان في انفراد لميدو جابر، في راسيه لمروان محسن، لكن كان في تكتل دفاعي جامد جدا من فريق نادي الداخليه، وده المتوقع من الكابتن علاء عبد العال مع نادي الداخليه. ايه اللي حصل بين الشوطين؟ ده سؤالي للكابتن عادل عبد الرحمن. شوف، هو الداخليه كان بدايه المباراه بيلعب 4-5-1 والاهلي كان بيلعب 4-2-3-1. طريقه الاهلي ما بتتغيرش خالص، ولكن طريقه الداخليه اللي بتتغير ما بين الانديه، يمكن انا اتفرجت عليهم اكتر من مباراه. الفرق اللي هي الكبيره زي الاهلي والفرق الكبيره اللي في المقدمه دايما الداخليه بتلعب معاها 4-5-1، وده سيستم علاء، يعني طول الوقت بيبقى فيه تحفظ دفاعي مع هجمات، لكن هي ولكن اللي في الاخر اللي حصل ان الهدف جه من نص الملعب اللي هو السوليه. يمكن انا عاوز ادعو الناس يتفرجوا على هدف جه سقراط، يمكن جابه في سنه 82 في كاس العالم 82 نفس، بس حطها في الزاويه اليمين، بس الزاويه اليمين قعد يمشي برده جوه كده. اللي عاوز اقوله لك السوليه تفوق على نفسه في الوقت الحالي، يمكن اللي بيتمسكوا الاربعه اللي قدام اللي بيتمسكوا من النادي الاهلي لما بتيجي واحد من ورا وبيشتغل وبيروح وعاوز يشوط وبيصمم على انه يشوط السوليه، بقاله ثلاث اربع مباريات عنده الواجب الهجومي وعنده شخصيه المهاجم، بمعنى انه تغلب على نفسه. هو يمكن كابتن حسام دايما يلعب اثنين ديفندرات، الاثنين الديفندرات لازم يجروا ويقطعوا، بس لكن
في الوقت ده لما بيلعب مع حسام عاشور بيريحه اكتر لما بيلعب مع هشام محمد. تمام. ليه؟ لان حسام عاشور ده هو اللي بيعمل الواجب الدفاعي 100%، واما الواجب الثاني اللي بيعمله السوليه بيرتاح شويه لما بيكون حسام عاشور معاه، فبيروح وبيهاجم بيعمل ياجل الرن بشوفه كتير. طب انت بتفضل حسام عاشور والسوليه ولا هشام محمد والسوليه ولا هشام محمد؟ لا انا 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 طول الوقت بقول ان انا ما بحبش، طالما النادي الاهلي فرقه قويه ما بحبش يلعب اتنين ديفندرات شكل واحد. تمام. علشان كده انا بقول لك انا في الوقت الحالي ممكن افضل السوليه مع حسام عاشور، كنت الاول ما بفضلهمش لان السوليه غير من طريقه لعبه، السوليه بقى لعيب حلو، السوليه بقى يتحرك لقدام، بقى عنده النزعه الهجوميه اكتر. لكن السوليه في البدايه كان بيدافع بس كان بيلعب عرضي، لكن دلوقتي السوليه بيلعب عرضي وطولي. علشان كده بقول لك ان حسام عاشور لما طول الوقت بيلعب العرضي يبقى السوليه بيلعب عرضي وطولي، لكن الاثنين لو لعب عرضي هيتعارض الامر معاهم مع بعض. وبعدين الحته الثانيه المهمه انك انت تنظيم اللعب للنادي الاهلي بدا يعمله مين؟ بدا يعمله المنطقه الاماميه. انت لما كان النادي الاهلي التغيير اللي هي اللي انا بعتبرها متخصص فيها حسام البدري، اللي هي تغيير لا نص الملعب يا اللي هو الديفندر بيطلع وبيطلع ديفندر بيدافع وبينزل مهاجم يلعب تحت راس حربه وبيرجع واحد من وليد سليمان. تمام. او عبد الله سعيد، كان الاول عبد الله سعيد يرجعه يلعب عشان ينظم له اللعب شويه، علشان الفرق اصلا كلها بتعمل تكتل دفاعي. النهارده تغلب في التكتل الدفاعي النادي الاهلي على الداخليه بالباص الطولي، لان التكتل لما بتعمل باص عرضي بيحصل انه بيقف سبورت واحد ورا واحد، ممكن الهجمات تبقى فيها صعوبه شويه، لكن النهارده اللي جايين من ورا واللي جايين من نص الملعب هم الحل اللي حلوا للنادي الاهلي وكسبوا النادي الاهلي النهارده. تمام. قبل ما نروح للكابتن شريف عايز اقول لكم قائمه الهدافين لكاس مصر حتى الان: المصري بورسعيدي احمد جمعه 3 اهداف، وادي دجله محمد شريف 2 اهداف، والزمالك كابونجو كاسونجو 2، ومصر مقصه حسين الشحات لغايه دلوقتي 2، مع ان حسين ساد مصر مقصه من زمان. اسماعيلي دييجو كالدرون 2، والاسيوطي شريف دابو 2، وبتروجيت مصطفى شبيطه قبل ما يروح برضو للمقصة 2، والجونة أسامة رجب 2، والأهلي عماد متعب 1. إيه رأيك كابتن شريف في الهدافين، يعني في الحالة التهديفية في عدم وجود هداف من النادي الأهلي؟ والله إحنا سايبين لمحمد صلاح بقى الحكاية دي، إحنا مهتمين يعني هنا لسه ما سخناش في كأس مصر يعني. محمد صلاح بيحسسك إن منتخب مصر بيلعب دلوقتي؟ معوضنا معوضنا أي شكل. محمد صلاح حاجة، ربنا يا رب يحميه ويبعد عنه الإصابات. ومحمد صلاح يعني وراه 90 مليون واحد بيدعوا له من قلبه، كأنهم بيدعوا المنتخب مصر بالظبط وأكتر كمان. محمد صلاح حالة إن شاء الله تظل وتكبر وتستمر كلنا في مباراة روما كمان ويوصل للفاينل. يا رب يا رب. ده أنا عايز أقوله لك، الروتيشن اللي حصل وخروج لاعبين ودخول لاعبين وإعارات وحاجات كده خلت الشكل التهديفي لازم يكون لوليد ازارو بحت يعني. لما اللي حصل النهارده في التحركات اللي الكباتن بيتكلموا عنها وتحركات اللعيبه اللي سهلت المباراه، لما يبقى عندك اي تكتل دفاعي بتخلي اللاعبين المهاجمين اي لاعب اجاي ممكن يجيب هدف. ازارو طبعا بطبيعته ان هو لازم يكون هداف، بندور على مروان محسن يكون هداف. اما تقول لي عماد متعب هو اللي جاب هدف واحد، ما اعتقد انت قلت ان هو ده الريزلت. وطبعا النهارده طبعا زاد النهارده يعني زاد اسلام محارب هدف، اسلام محارب بالظبط، وايضا السوليه هدف كويس. تمام. لسه احنا بقى في دور الثمانيه، وعشان تاخد بطوله لازم يكون عندك اكثر من هدف. وقلت لك انت ان اللعيبه طمنتنا كتير قوي النهارده ان هم يقدروا يخشوا منطقه الجزاء، يقدروا يصوبوا، عشان كده بقول لك السوليه يقدر يعمل الجول اللي جابه ده في الماتش 3 4 مرات. حل كمان مهم جدا. ما هو ده تمن اللعيبه اللي مهم جدا. ده تمن اللعيب اللي موجود. تحركات اللي اتحركوا سهلوا على بعض. بياخد العين، انا لما اتحرك اخد العين والراجل بيخش لجوه وبيبعت الكورات على الطريقه العالميه. الحقيقه النهارده الجون اللي داخل ده على طريقه كل اللعيبه اللي في العالم بره بيشوطوه وبيجيبوه في الدوريات العالميه، اسبانيا وفي انجلترا وفي كل حته بنشوف الجون ده كتير قوي دلوقتي. يعني اكيد ان الناس اللعيبه دي بتتفرج، واكيد ان النادي عندها امكانيات انها تطبق الحكايه دي جوه الملعب. فانا بتمنى للنادي الاهلي ان هو لعيبته كلها يكونوا من النوع الهداف. النوع بقى عن حلول ايه؟ تصويبات، الكرات العرضيه، انا بخش جوه منطقه الجزاء بقابل الكوره، يبقى عندي ثقه، ببقى حابب ان انا اروح للكوره، ابقى عايز استلم الكوره، ابقى عايز افكر، ابقى عايز اشوط، عايز ادعم، عايز اعمل كل حاجه.
فلسه حكايه التهديف دي بالنسبه لكاس مصر جايه ان شاء الله، جايه من بعد دور الثمانيه، عندك كمان هتلعب الاسيوطي، عندك فرصه كبيره قوي انك انت تشوف الاسيوطي كسب ازاي، اعتقد رجاء او معتقد 1-0 حاجه زي كده، ووصل لدور الثمانيه ويلعب ازاي نادي الاهلي في ظل اللعيبه اللي لعبوا ازاي النهارده. الاسيوطي كسب 3-1، كسبوا كام؟ 3-1 في دور ال في دور ال 16 الاسيوطي كسب الاتحاد السكندري 3-1. 3 وقبل كده كان كسبان رجاء 1-0 ولا لا؟ قبل كده النتائج مش معايا للاسف. يعني لسه هنتكلم عن مباراه الاهلي والاسيوطي يا كابتن شريف. فده الاسلوب النهارده اللي حصل ده اللي بيعوض لك اي شكل تاني، ان احنا في قله العدد الهدافين دلوقتي، وبعدين عندك لعيبه كتير قوي من التواجد، فعشان كده عندنا النقص في التهديف في الشكل اللي انت بتتكلم عنه، انه في لعيبه هي اللي جايبه هدفين وهم موجودين لسه في البطوله. انما الشكل الاكبر عندما تكتمل صفوفك، اعتقد ان قائمه الهدافين هترجع تاني بحقيقه ازارو وكل اللاعبين المهاجمين ومروان محسن وكل اللعيبه، حتى صلاح محسن من الهدافين الموجودين داخل النادي الاهلي دلوقتي، اعتقد كل دول يقدروا يترجموا في ماتش واحد، كل واحد يجيب له جول او اتنين. تمام. يعني جونيور اجاييه قبل ما يمشي عبد الله السعيد كان ثنائي متفاهم جدا، جونيور اجاييه دلوقتي بيبحث عن لعيب يعمل معاه ثنائي، تحس بطعم اللعب زي ما شفنا النهارده مع اسلام محارب، زي ما شفنا مع عمرو السوليه. يعني جونيور اجاييه هنشوفه قريب جدا بيعمل ثنائي قوي جدا مع احد اللاعبين اسلام محارب، السوليه، ازارو. هنشوف الفتره القادمه جونيور اجاييه اختار مين يبقى الثنائي بتاعه. قبل ما اروح للكابتن ربيع ياسين نطلع نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قال ايه بعد فوز النادي الاهلي النهارده، ونرجع لحضراتكم على طول. مستمرين معكم في التغطيه من جديد، كابتن ميدو معايا في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد بقول لك مبروك المكسب والانتصار، كانت مباراه عصيبه لكن في اللحظات الاخيره الحمد لله استطاع الاهلي انه يحقق الثنائيه والفوز والتاهل لدور الثمانيه. الحمد لله. يعني دايما احنا بنقول مباراه الكوز بتبقى غير مباراه، ما بتبقاش سهله على الجميع، يعني خصوصا هتلاقي حتى مش في مصر بس او البطولات او البطوله المحليه هنا اللي هي بطوله الكاس، لكن كمان انت بتلاقي حتى على المستوى الاوروبي او المستوى العالمي، يعني وضع طبيعي جدا جدا جدا. المباراه بتبقى معتمده على ظروف معينه، على احداث معينه، على اشياء معينه ممكن تساعد او ممكن تبقى ضد يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني النهارده اعتقد ان احنا عملنا شوط اول حتى في اتيحت لنا بعض الفرص عن طريق ميدو او عمرو السليس، الشوط الثاني اعتقد ان انت متسيده كله من بدايته لنهايته، لكن هي دي كوره يعني، وهي دي مباراه كوز. دايما مباراتنا مع الداخليه تحديدا مباراه ما بتبقاش سهله، بتبقى مباراه صعبه يعني حتى في الدوري يعني. فجهاز فني على مستوى عالي، لعيبه كويسه، فرقه الداخليه بنتمنى لها التوفيق، لكن احنا كمان كنا جايين ومصممين على هدف وحققنا الحمد لله 400. هل كنتوا قلقون من النتيجه كابتن سيد؟ يمكن برضه شايفين حب جمهور الاهلي ليكم طبعا ده شيء مهم جدا، لكن عايز اعرف برضه اسالك، هل كنتوا قلقون من النتيجه في الشوط الاول والشوط الثاني وفرص كتير ومباراه الكاس زي ما فيها مفاجات؟ يعني زي ما قلت لك مباراه الكوس ما بتبقاش مباراه سهله، لكن دايما الواحد بيبقى حريص ان هو يتعامل بمنتهى الجديه في كل الاوقات. يعني المباريات زي ما انتم شفتوا في العالم كله، يعني ما فيش مباراه سهله ابدا، يعني مهما كانت النتيجه اللي انت محققها او مهما كانت الوقت المتبقي، لابد ان انت يبقى في حذر دايما وتركيز دايما واهتمام دايما وانضباط والتزام دايما في كل الاوقات، يعني مهما كان المباريات ومهما كانت الفرق اللي بتلعبها. عايز اعرف تعليقك على الهدفين، لان بصراحه هدف السوليه مميز، وايضا هدف اسلام محارب فيه مهاره عاليه، واسلام متالق الفتره الاخيره في الاهداف، وفي كورتين كمان كنت اتمناهم يجوا جولين. يعني الكره بتاعت ميدو جابر حلوه جدا اللي عملها له السوليه عن طريق فتحي وميدو وحطها، لكن ما عملوش حظ فيها. كمان كره اسلام الاخيره كان ممكن يبقى هدف جميل جدا عن طريق صبر رحيل، لكن في النهايه هي دي الكوره، يعني بتوصل وممكن يبقى حليف التوفيق حليفك وممكن ما يبقاش حليفك، لكن في النهايه خلينا نتكلم في المجمل. يعني احنا اشتغلنا كويس على المباراه وعارفين كويس قوي انها كانت صعبه، عارفين كويس جدا واللي جاي هيبقى اصعب. عندنا مواجهه مع الاسيوطي في الدور اللي بعد كده، لسه مش عارفين التاريخ بالظبط ايه، لكن عارف كويس قوي ان المباراه اللي بتكوز بتبقى مباراه صعبه. السؤال الاخير، مواعيد المباريات لسه مش محدده، سواء مباريات الكاس او حتى اخر مباراتين في الدوري، مباراه المصري المؤجله ومباراه الزمالك، وعندك مباراه اعتزال كابتن حسام غالي، نتمنى له التوفيق يا رب، مع مباراتين افريقيا كابتن سيد.
يعني خليني اقول لك دايما ان الموسم ده هو موسم استثنائي من كل بكل المقاييس، ضغط مباريات وعدد مباريات متزامن ومتلاحق، لكن خلينا نعديه بقى بكل احداثه كده، ويا رب ان شاء الله الرحمن يكون التوفيق حلفنا، وناكد على الثنائيه بتاعت كاس السنه دي زي ما حققنا السنه اللي فاتت الدوري وكاس، ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون الكاس حلفنا السنه دي باذن الله. كابتن سيد شكرا جزيلا. اذا قلنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، عوده من جديد للاستوديو وكابتن عبد الحميد حسن بعد الفوز اليوم على الداخليه والتاهل لدور الثمانيه في كاس مصر. الطاقه البدنيه بتاعته بتعلى، لو تلاحظ الحكايه دي تلاقي الجري المعدلات بقى بتكتر، كل ما انت بتسهر عليه ضغطه والنتيجه اتاخرت دايما بتلاقيه بيبحث هو عن الفوز ازاي بشخصيه اللعيبه الحقيقه. فتحركات اللعيبه سهلت على بعض، بص النهارده ان هم يعملوا اداء عالمي الحقيقه، هم هيروحوا مبسوطين كمان اكيد اهداف، ويا ريت يفتكروا كل مباراه المباراه دي. كابتن ربيع لو حابب تعلق طبعا عم. الهدف ده هدف يدرس، خد بالك هو بيعتمد على نسبه استحواذ، على التمييع، على التحرك، على سرعه التصرف في الثلث الامامي، وده اللي قلناه على التنويع، ان انا جبت جول من تصويبه خارج ال 18 وجبت جول ثاني عن طريق الوانتوات والتمرير والتحرك، واخد بالك والمساند. في ميزه جامده جدا ما شاء الله النهارده تحسب لاسلام محمد. بص يا كابتن اقف بقى بعد اذنك اقف، هو كان ممكن يعطل نفسه رجعها تاني، معلش هي جت في ايد المدافع، كان ممكن يعطل نفسه يقول لك بيلنت برافو عليه ويصرف نظر ان وهم خط ظهر الداخليه ياخدوا الكور ماشي اثنين، اجاي كمان رائع ما عطلش نفسه كلها وقف هنا بقى، كان ممكن اسلام محارب يعطل نفسه ويرفع عليها كابتن شريف، خد بالك يقول لك دي ضربه جزاء بالظبط، لكن بص بقى ادبه واحترامه وتركيزه في الكوره وتصميمه زي ما قلت وسجل، وربنا اداله هدف عالمي لان هو عينيه كويسه جدا، هو مبدع ما شاء الله، هو بيتحكم في الكوره كويس جدا، واجه الكوره زي ما عايز والكوره راحت، خد بالك هدف عالمي. فادي اسلام محارب عنده فالميزات دي كلها اللي بنتكلم عليها، يستاهل ان هو يكون نجم كبير عن جداره واستحقاق. اتفضل عايز اشوف ان شاء الله يكرر، عايز اشوف الجول ده وجول 18 هو بيحطها برضو اسلام محارب تاني، عشان اوريك حاجه مهمه قوي اهو هنا لما تمام. ترجع من الناحيه الثانيه بقى او اقف هنا، اقف نقف هنا كده هتلاقي رجع كده هتلاقي بص 1 2 3 4 5 على 3 او 6 6 في واحد ورا جونيور 6 على 3 يعني ضعف العدد اوكي، برضه ما فيش مان تو مان جوه ال 18. الزياده العدديه احنا فاهمينها غلط كتير قوي في الفرق المصريه، فاهمه ان كل ما زود الافراد كل ما اكون بدافع احسن. لا طبعا، زي اقول لك حاجه، زي الفكره عندنا في مصر مثلا نقول ايه 3 5 2 دفاعيه اكتر من 4 4 2، رغم ان 4 4 2 دفاعيه اكتر من 3 5 2، يقول لك انا بلعب بليبرو 3 بلعب بليبرو، لا انت بالاربعه بتلعب باثنين ليبرو اللي هو الباك رايت والباك ليفت، و4 2 3 1 دفاعيه اكتر، دفاعيه من اكتر هي العمليه مش عدد بالزبط. والعمليه مش لعيبه كتير يعني بالزبط. هنا الفرقه الداخليه جوه ال 18 6 على 3 محدش مسك. الحاجه الثانيه المهمه لسه كنت بتكلم عن جون الهدف الاولاني، بقول لك ان انت عندك تركيز. ايه هو التركيز؟ الناس فاهمه بقى غلط لعيبه الداخليه، انك انت بتقعد تتفرج عليا طول الاسبوع، ما هو ده الشغل التدريبي انك انت تحفظ الفرقه بتاعتك. اسلام محارب لما بيعمل الكره دي بيشوط، السليه لما بيقطع كده بيشوط، طول الاسبوع انت بتحفظ في لعيبتك، لكن هو اللي واضح ان اللعيبه ما فيش تركيز جوه ال 18، سته واقفين ما حدش بيطلع، حتى اسلام محارب اوري لك الهدف، بص ادي الهدف، طب اقفل عليه اللي بره شاط، الثانيه برده لو جاب اسلام محارب ما قفلش عليه برده، ونفس مجموعه اللعيبه اللي بتبقى متواجده بالنظر بس يا كابتن عبد الحميد، مفيش حاجه اسمها في الكوره النظر بس، انت واحد والتاني سبورت وبيسيب التاني عشان يروح للعيب التاني، مش العدد اكتر من انك انت تعرف توقف لعيبتك ازاي، واللعيب نفسه بيعرف يركز طول الاسبوع، بيلعب على عبد الحميد حسن، بيلعب على الكابتن شريف، بيلعب على الكابتن ربيع، بيلعب على عادل، بيشوف ازاي هو بيتحرك ازاي وبيوقف ازاي، هو مسؤولية كل لعيب ليه مسؤولية فهمها. هو دي الواجبات يا كابتن شريف، يعني اللي هو ايه الهدف لحظة، الفرق ما بين لاعب كبير وغالي ولاعب قليل اللحظة دي، انت عارف انت كل اللي انت قلت عليه ده الستة والسبعة اللي رايحين عليه وهو بيحطها، بص على مروان محسن كده لو عادها بيبو هتلاقيه لوحده ستة في التمضي، وهتلاقي مروان محسن لوحده شريف ما بيشوفوش. هنا 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 الفكرة في ايه، انا طول الوقت عشان احفظ لعيبتي انا بحفظهم على الاصعب،
يعني ما ينفعش سته يلعبوا على ثلاثه ابدا، وما ينفع ده انت تخلي السته المهاجمين يلعبوا على الثلاثه المدافعين عشان تزود صعوبه عشان تقدر تشتغل. فهي اخطاء، الهدف بيجي خطا بسيط، وقفه غلط، علشان كده اللاعب الغالي اللي هو التفاصيل أكيد. الصغيره بيعرف يشتغل التفاصيل، التفاصيل الصغيره أكيد. تديك بطوله يا كابتن عبد الحميد. خلي بالك عشان عمر ربيع سين بعدينا، وكابتن ربيع يعني كابتن ربيع قفل بسرعه عشان عمر يطلع. يعني اكيد وقتنا انتهى معاكم النهارده بسرعه، عشان زي ما قلت لحضراتكم في العاب الصالات، والنادي الاهلي دايما بيذيع المباريات اللي بيقدر يذيعها عشان كله يبقى في قلب الحدث مع الجماهير. انا بشكر الكباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم، شكرا جدا. احنا بنشكرك يا ميدو، وبنشكر كباتن مصر على الاداء الجميل ده. كابتن ربيع شكرا جدا. شكرا كابتن بارك الله فيك عشان خاطر عمر بس. شكرا كابتن عادل، شكرا جدا. شكرا كابتن حبيب، يعني كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره. النادي الاهلي دايما مفرحنا كالعاده، مفرح جماهيره ومفرح كل الناس اللي بيستظله بظل هذا الشعار الكبير. زي ما شكرنا اللعيبه لازم نشكر الكابتن حسام بدري على اصراره على اللعيبه اللي احنا كنا دايما كلنا او معظمنا بينتقدها في الاول، زي وليد ازارو، زي عمرو السوليه، زي اسلام محارب، وزي كمان اجاييه، كله انتقد هذه او هؤلاء اللاعبين في اول اختيارات الكابتن حسام بدري، لكن دلوقتي كله بيثني على هؤلاء اللاعبين. عشان كده دايما او بثني على الكابتن حسام بدري، وده اديله حقه او اقل من حقه كمان، ان هو بيتحدى اي حد وفي الاخر بيطلع هو صح. كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره، ودايما بتنوروني وتشرفوني مع ان الوقت كان ضيق جدا. ان شاء الله التقي بيكم قريبا جدا، ومع الف سلامه. النادي الاهلي وجماهيره، النادي الاهلي دايما مفرحنا كالعاده، مفرح جماهيره ومفرح كل الناس اللي بيستظله بظل هذا الشعار الكبير. زي ما شكرنا اللعيبه لازم نشكر الكابتن حسام بدري على اصراره على اللعيبه اللي احنا كنا دايما كلنا او معظمنا بينتقدها في الاول، زي وليد ازارو، زي عمرو السوليه، زي اسلام محارب، وزي كمان اجاييه، كله انتقد هذه او هؤلاء اللاعبين في اول اختيارات الكابتن حسام بدري، لكن دلوقتي كله بيثني على هؤلاء اللاعبين. عشان كده دايما او بثني على الكابتن حسام بدري، وده اديله حقه او اقل من حقه كمان، ان هو بيتحدى اي حد وفي الاخر بيطلع هو صح. كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره، ودايما بتنوروني وتشرفوني مع ان الوقت كان ضيق جدا. ان شاء الله التقي بيكم قريبا جدا، ومع الف سلامه.